وصلنا الآن إحنا عند هذا يعني السلايد اللي هو organizational responses to this pressure by implementing IT. الآن زي ما حكينا نحن سابقا في عندنا مجموعة pressure على الorganization زي الماركت زي الIT زي السوسيتال، فهذول عبارة عن ضغوطات تعمل ضغط على المؤسسة، فالمؤسسة أو الشركة مطلوب يكون عندهم response، مطلوب تكون عندهم ردة فعل، فهم الآن رح يكون لهم ردة فعل عن طريق implementation لIT، أن يعملوا implementation لIT أو لinformation يعني system، بحيث يعملوا response أو يعملوا ردة فعل أو استجابة للضغوطات اللي عليهم. فالآن الريسبونس رح يكون عبر عدة طرق، إما عبر أنه يعملوا implementation لstrategic system، أنه يعملوا تطوير لأنظمة استراتيجية، أو عن طريق الكاستمر أوردر، أنه يهتموا بالكاستمر، بالكاستمر فوكس عفواً، يهتموا بالعملاء، أو عن طريق الميك تو أوردر، رح نحكي عنها، أو عن طريق الماس كاستمايزيشن، هاي النقطة رقم 4، وأخيراً عن طريق الإي بيزنس أو الإي كوميرس. فبالتالي هذول هم 5 طرق ممكن الشركة يكون لها ريسبونس، لها ردة فعل نتيجة للبرشر اللي بصير عليها. أول إشي الآن استراتيجيك سيستم، هي الأنظمة الاستراتيجية. Provide advantages that enable organizations to increase market share and or profit, to better negotiate with suppliers or prevent competitors from entering their market. الاستراتيجيك سيستم هي الأنظمة الاستراتيجية اللي بتعمل على دعم اتخاذ القرار في أعلى مستوى إداري، وبتعمل سبورت للاستراتيجيك بلانينج، تعمل سبورت للخطة الاستراتيجية للشركة، اللي هي بتركز عادة إنه الشركة تزيد من حصتها في السوق بالماركت شير أو إنها تزيد بالبروفيت. فهي الأنظمة بتعمل على تحليل كمية ضخمة جدا من المعلومات ومن البيانات، وبعد هيك الآن بتعطي رأيها للمدير العام للشركة في موضوع معين، هل بدهم يفتحوا خط إنتاج جديد أو لا، هل بدهم يعملوا إنتاج لبضاعة جديدة أو لا، هل بدهم يغيروا على نمط البضاعة اللي عندهم. فهي الآن تعمل على دعم اتخاذ القرار لأعلى مستوى إداري، لأنه مثل ما حكينا سابقاً إنه في عندنا 3 مستويات إدارية، عندنا أعلى مستوى إداري، وعندنا المستوى الإداري المتوسط، وعندنا أدنى مستوى إداري. فالأنظمة الاستراتيجية تعمل على دعم اتخاذ القرار في أعلى مستوى إداري. كمان الآن بالإضافة إلى دعمها للorganization في increasing the market share أو للprofit، كمان بتعمل better negotiate with يعني supplier، بتساعد على عملية الكوميونيكيشن مع السبلايرز، لأنه أي شركة ما بتقوم بإنتاج البضاعة أو تقديم الخدمة لوحدها، رح يكون إلها موردين، رح يكون إلها بزنس بارتنر بيساعدوها وبيعاونوها على إنتاج هاي البضاعة. فنحن الآن بحاجة لكوميونيكيشن ممتاز وجيد جداً مع هذول الموردين. كمان الآن في عندنا prevent competitor from entering their market، كمان بيحاولوا إنهم يمنعوا المنافسين على إنهم يدخلوا على الأسواق أو على حصتهم بالسوق. فالآن هذا هو بشكل باختصار اللي هي الـ strategic systems. الآن عندنا الـ response الثاني customer focus، اللي هو التركيز على العميل. The difference between attracting and keeping customers by providing super B customer service to losing them to competitor. عادة أي مؤسسة بركزوا على العميل، بركزوا على الكاستمر، لأنه الكاستمر هو الزبون اللي هو بيستهلك البضاعة، بيستهلك الخدمة أو بيشتري البضاعة تبعت الشركة. فإذا كانت الشركة بتركز على السوبر بي كاستمر سيرفيس، على تقديم خدمة ممتازة يعني للعملاء، يستخدموا انفورميشن سيستم، يستخدموا اي تي، بحيث يقدموا خدمه ممتازه جدا للعملاء، خدمه ما بعد البيع مثلا. يعني مثال على ذلك، الان انت لما تعمل شراء لتليفون، تشتري تليفون او انك تشتري ثلاجه او غساله، الان بعد ما تقوم بشرائها احيانا بتصير عندك مشكله، تخرب القطعة، بتتعطل إلى آخره. فأنت الآن تلجأ لخدمة العملاء للشركة هاي، لأنه عادة أي شركة لما تبيع بضاعة عندهم إشي بسموه كفالة، أنه البضاعة تبعتهم مكفول خلال سنة سنتين 3 سنين
بيصلحوا لك اياها مجانا، اذا بدهم يغيروا لك قطع لها بيغيروا لك قطع بكلف بسيطه. ففي شركات الان بعد ما تشتري من عندهم بضاعه بيقدموا لك كاستمر سيرفيس ممتازه، خدمه عملاء ممتازه جدا، بيلبوا طلبياتك بسرعه. اذا صار عندك اشكاليه بالغساله او الثلاجه اللي عندك بالبيت وطلبتهم بس خلال 24 ساعه بيجوا بكشفوا على الثلاجه او الغساله، واذا بحاجه للتصليح بياخذوها عندهم بيزبطوا لك اياها وبرجعوا لك اياها بسرعه. ففي عندنا شركات بتقدم كاستمر سيرفيس ممتازه، فهي الان الزبون راح يكون راضي عنها وراح يكون مبسوط منها. بينما في شركات ثانيه راح تقدم خدمه عملاء سيئه، بتصير عندك مشكله بالغساله او الثلاجه بيقعدوا اسبوع تأنهم يجوا لعندك، بعدين بيقعدوا شهر تزبطوا لك اياها، فانت يعني نفسيا بتتضايق منهم بشكل كبير وبتعطي او بتاخذ عنهم انطباع سيء. ففي الان شركات بيستخدموا الانفورميشن سيستم والانفورميشن تكنولوجي بحيث يطوروا ويحسنوا من الكاستمر سيرفيس، بحيث يقدموا كاستمر سيرفيس ممتازه، لانه اذا قدموا خدمه عملاء ممتازه بالحاله هي العميل راح يكون مبسوط منهم، فبالتالي راح يبقى له ولاء، راح يكون عنده ولاء للشركة هاي وراح ينصح الناس بهي الشركة ويمدح فيها، فهذا الاشي راح يكون ادفانتج وراح يكون ميزة لهي الشركة. فهذا هو عبارة عن احدى الريسبونس للأورجانيزيشن اللي هي الكاستمر فوكس، انه مركزوا على العميل. وفي في بعض الأورجانيزيشن في قاعدة عندهم انه العميل عندهم ارضاء العميل شيء مهم، ارضاء العميل شيء مهم، لانه العميل او الكاستمر كان مبسوط وكان فرحان بخدمة أو ببضاعة الشركة هاي راح يبقى له، راح يكون عنده ولاء عالي لهي الشركة وراح يستمر على شراء بضاعتهم وراح ينصح الناس بهذا الإشي. فهذا هو موضوع الكاستمر فوكس. لأن النقطة الثالثة عندنا يا شباب اللي هي make to order. The make to order is a strategy of producing customized product and services only open receiving customer order. الميك تو اوردر هي عباره عن انتاج كاستمايزد سيرفيس او برودكت، كاستمايزد سيرفيس او برودكت، انه تنتج الشركه بضاعه او خدمه مخصصه، كاستمايزد مخصص، شيء مخصص، انه يقدموا بضاعه او خدمه مخصصه لزبائن معينين، كاستمايزد برودكت. الان مثال عليها مثلا عندنا الان شركات بتبيع السيارات زي شركة مرسيدس، شركة بي ام دبليو، شركات أمريكية، شركة تويوتا إلى آخره. الآن هاي السيارات not make to order، لكن في إشي منها بيكون نعم make to order. زي مثلا الآن بيكون عندك رئيس يعني جمهورية، رئيس روسيا أو رئيس أمريكا بطلب سيارة خاصة إله، بطلب سيارة خاصة إله، سيارة فيها مواصفات معينة، فيها أجهزة إلكترونية معينة، فيها حماية معينة ضد الرصاص، ضد القنابل، فيها أجهزة تشويش إلكترونية إلى آخره. فالآن لما رئيس أمريكا يطلب من شركة مثلا مرسيدس سيارة خاصة إله ضمن مواصفات معينة، شركة مرسيدس تصدر هنا أو بتنتج كاستمايزد برودكت، تنتج بضاعة كاستمايزد، بضاعة يعني معدلة لأفراد معينين أو لناس معينين. فهذا مثال على customized product، زي الشركات الآن اللي بصدروا سيارات خاصة لرؤساء الدول، لرؤساء الجمهوريات، للملوك. هاي السيارات بتكون customized، بتكون سيارة مش سيارة عادية، لا بتكون سيارة مصنعة بطريقة معينة وعددهم قليل كثير بيكون. الآن هذا مثال على customized يعني product. طبعا هذا الشيء الآن بيزيد من أسهم هاي الشركة، لأنك أنت أحياناً بتكون بدك بضاعة أو مثلاً مسؤول في بلد معين أو رئيس شركة معينة بده يطلب إشي خاص فيه، ما بده يطلب ما بطلب البضاعة الموجودة بالسوق. فالآن الشركات اللي عند الخدمة اللي هي make to order، اللي عند الخدمة بتقدم customized product أو service، هي الشركة الآن إلها benefit، راح يكون إلها مزايا، وأكيد هي البضاعة ما راح تكون سعرها سعر البضاعة العادية، لا رح يكون سعرها أكيد أكبر، لكن هي بتعطي بينفت وبتعطي مزايا لهي الشركة اللي بتعمل make to order، لأنه أرضت العميل. يعني هي الآن لما تعطي سيارة خاصة لرئيس دولة أو لرئيس جمهورية أو لملك، هي الآن صار إلها سمعة جيدة بالسوق على أنه أي شخص غني أو ذو سلطة أو نفوذ بيقدر يطلب منهم بضاعة خاصة. طبعاً إحنا الآن حكينا بس على السيارات، وفي عندنا أمثلة تانية
على الميك تو اوردر اللي هي بروديوس كاستمايز سيرفيس او برودكت. لان الميك تو اوردر اذا انا بدي اوسعها، اذا انا بدي اخذ الميك تو اوردر اللي هي الكستمايز برودكت او سيرفيس لعدد كبير من الناس، بيكون عندنا الماس كستمايزيشن. بيكون عندنا الماس يعني شو كستمايزيشن، اللي هي انتاج كستمايز برودكت او سيرفيس لعدد كبير من الناس. اوكي، ايش هي؟ is producing a large quantity of items but customizing them to fit the desire of each customer and not identical items. Reebok and Body Matrices provide excellent example of mass customization. اوكي، لان الماس يعني customization اللي هو انه تنتج الشركه عدد كبير من الكستمايزد برودكت، عدد كبير من الكستمايزد يعني برودكت، ومش مو شرط يكونوا ايدنتيكال، مو شرط، قد تكون بضاعه مختلفه عن بعض البعض. من الامثله عليها شركه ريبوك وشركه بادي ماتريسيز. لان شركه ريبوك اظن بعض منكم عنده علم فيها، هي شركه بتنتج احذيه، تنتج احذيه. لان هي الشركه تنتج مجموعه احذيه، منها الان احذيه رياضيه، في عندك احذيه رياضيه مثلا للمشي، عندك احذيه للركض، عندك أحذية للووكينج، عندك أحذية مثلاً للمناطق الصعبة، عندك أحذية معينة حسب إجرك، حسب القدم للواحد، وحسب شكل حسب شكل القدم. أنا ما بحكي على السايز أكيد، أنا بحكي على شكل القدم. في ناس القدم تبعته تكون مختلفة على باقي الناس. فبالتالي الآن هي الشركة بتعمل ماس يعني شو كستمايزيشن للبضاعة تبعتها، تنتج بضاعة بأنواع مختلفة وكستمايز لعدد كبير من الناس. لأنه في ناس بدور على حذاء مثلا طبي، بيكون عنده إشكالية معينة فبدور على حذاء طبي، بيحكي لك أنا بدي حذاء طبي. في ناس بدوروا على حذاء للمشي، بيكون مخصص للمشي. في أحذية مخصصة للركض بسموها running shoes. في أحذية مخصصة للمناطق الصعبة مثلا. فهي عبارة عن كستمايزد برودكت، وهي بتكون كستمايزد لكن لا يعني لارج كوانتيتي، بتكون بيتم انتاج عدد ضخم جدا منها. فهي بتندرج تحت بند الماس كاستمايزيشن. والهدف منها شو هو؟ انه العميل او الكاستمر بيلاقي بضاعه كثيره بالسوق وبيقدر ينقي البضاعه اللي بتناسب له. فبالتالي وصلنا للنقطه الثانيه اللي هي الكاستمر فوكس او ميك ذا كاستمر هابي، انه نحن عم نرضي العميل، عم نرضي الزبون، فبالتالي العميل رح يبقى له ولاء للشركة هي. المثال الثاني اللي عندنا هون اللي هو شركة بادي ماتريسيز. هي الشركة بتبيع مواد يعني زي مواد للبادي بيلدر، الناس اللي بيبني كمال أجسام، بروح الأندية الرياضية، بعضهم بياخذ بعض المواد الكيماوية زي الهرمونات أو المقويات. فهي الشركة بتنتج هذا النوع من الأشياء، من الفيتامينز إلى آخره، اللي بتعملوا فيها الناس اللي بيبنوا كمال أجسام، بلوح بلعب حديد وبيبني كمال أجسام. فهي بتنتج large quantity of item، عدد كبير من الايتم، ولكنها customized. فهذول عبارة عن مثالين على الماس يعني customization اللي وصل، اللي رح توصل إلى هدف اللي هو make the customer happy. اخر ريسبونس عندنا ممكن الشركه انها تسوي اللي هي الاي بزنس والاي كوميرس. اي بزنس واي كوميرس باينج اند سيلينج برودكت اند سيرفيس الكترونيكلي، طبعا رح نحكي عنهم بالتفصيل بعدين. اي بزنس از ا برودر كونسبت ذان اي كوميرس. الاي بزنس هو مصطلح اوسع واشمل من الاي كوميرس. الاي بزنس رح يكون مصطلح اوسع واشمل من الاي كوميرس. يعني الاي كوميرس عفوا الاي كوميرس يعني هو جزء من الاي بزنس، والاي بزنس بشمل الاي كوميرس وبشمل اشياء ثانيه اكثر منه، اشياء ثانيه اكثر منه. فهذول هم 5 ريسبونس للشركه ممكن يكون رده الفعل الشركه عشان الـ يعني البريشر اللي بصير عليها عن طريق الاستراتيجيك سيستم، الكاستمر فوكس، الميك تو اوردر، الماس كستمايزيشن، والاي بزنس والاي كوميرس. لا بالنسبه للاي بزنس والاي كوميرس راح نحكي عنها هلا. طيب شباب، حد عنده أي سؤال هنا؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب واضح؟ واضح دكتور. واضح واضح دكتور.
طيب ماشي الحال، خلينا الآن نحكي عن الإي كوميرس وعن الإي بزنس. أوكي، الإي كوميرس والإي بزنس، الإي كوميرس الاختصار لإلكترونيك كوميرس أو لتجارة إلكترونية، تجارة إلكترونية، هذا هو الإي كوميرس أو إلكترونيك كوميرس. الإي بزنس اللي هي اختصار لإلكترونيك بزنس، اللي هي الأعمال الإلكترونية، اللي هي الأعمال الإلكترونية. الآن الإي بزنس زي ما حكينا تجارة إلكترونية، describe the process of buying, selling, transferring or exchanging products, services or information via computer networks including the internet. فالإي كوميرس باختصار هي بيع وشراء البضاعة بشكل إلكتروني، بيع وشراء البضاعة بشكل إلكتروني. لما يصير عندك عملية بيع وشراء البضاعة أو الخدمة، البضاعة أو الخدمة، السيرفيس أو البرودكت، لما يصير زي ما بيحكوا بيعهم وشراءهم بشكل إلكتروني، نحن الآن هنا نحكي عن إي كوميرس. هون الآن نحن بنحكي عن إي كوميرس، طبعاً بيكون عادة عبر الإنترنت، عادة بيكون عبر الإنترنت. الآن من الأمثلة على الإي كوميرس عندنا موقع الأمازون، هذا موقع أمريكي ومالكه أو صاحبه في فترة كان أغنى رجل، هيك بيحكوا عنه. هلا ما بعرف هو أغنى ولا إليون ماسك تبع شركة تسلا، طبعا الأسهم تطلع وتنزل هي، لكن هو من أغنى أغنياء العالم. وهي الشركة شركة يعني أمازون أو موقع كأمازون، موقع بيستخدم الإي كوميرس وبيعرض كمية ضخمة جدا من البضاعة وبيبيعها بشكل إلكتروني. أي واحد في أمريكا بيقدر إنه يفوت على هذا الموقع اللي هو الأمازون يعني .com ويعمل سيرش، يبحث عن البضاعة اللي بده إياها، بده يشتري كمبيوتر، بده يشتري تليفون، بده يشتري قلم، بده يشتري يعني أشياء كثيرة، من أشياء بسيطة إلى أشياء معقدة، إلى أثاث منزل، إلى سيارات، إلى آخره. بيقدر يدور عليها بموقع أمازون ويلاقي آلاف الخيارات، بعد هيك بيختار خيار طبعاً بيقدر يشوف الريفيو على كل بضاعة، الريفيو من 5، بيقدر يشوف الكومنت أو الفيدباك، الناس اللي أخذوا البضاعة هاي شو رأيهم فيها، في ناس بمدحوا فيها في ناس لا، فبيقدر يأخذ انطباع عن البضاعة هاي، بعد هيك بنقي البضاعة وبيدفع ثمنها بشكل إلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية، وتوصل البضاعة لعنده على البيت. فهذا الموقع بيقدم خدمة الإي كوميرس، بيقدم خدمات البيع الإلكتروني. وهلأ طبعاً بما أنه إحنا بجائحة اللي هي جائحة الكورونا، وفي عنا توصيات صحية بالتباعد، لبس الكمامة إلى آخره، فصار الإقبال على الإي كوميرس زاد بشكل كبير جداً، لأن الواحد هو قاعد من بيته بيقدر يوصي على البضاعة ويدفع ثمنها بشكل إلكتروني، والبضاعة بعد فترة بتوصل عندك على باب بيتك. فهذا مثال على الإي كوميرس، هذا الآن مثال على الإي كوميرس اللي هو موقع شركة أمازون. وفينا موقع تاني هو الإي باي، إي باي كمان هذا مثال على الإي كوميرس. الإي باي كمان بيقدم خدمات شبيهة بأمازون، تقدر إنك تفوت عليه وتنقل البضاعة اللي بدك إياها، وبعد هيك إنك تدفع ثمنها بشكل إلكتروني وتوصيها، توصي عليها، فراح يودوا البضاعة لإلك. أوكي طيب، مين كمان ممكن يعطينا أمثلة ثانية على الإي كوميرس؟ موقع علي بابا. موقع علي بابا، تمام. كمان موقع علي بابا أو علي إكسبرس أو جولي شيك. أوكي، موقع علي بابا هذا الموقع موقع صيني، مالكه شخص صيني غني جدا، وبيقدم بيع البضائع وشرائهم بشكل يعني إلكتروني. أنا بعرف ناس من هنا يعني أردنيين يعني كانوا يبصوا على بضاعة كثير من عند علي بابا، ويتم إرسال البضاعة لإلهم، طبعاً أشياء بسيطة، وبيدفعوا ثمنها عن طريق البطاقات الائتمانية. طيب كمان مين ممكن يعطينا أمثلة ثانية؟ دكتور طلبات، كمان برنامج طلبات اللي صار بالأردن، يعني طلبات هيك تكتب ولا لا غلطان؟ صحيح طلبات، اللي هو بتقدر انك تطلب الاكل عن طريقه، صح؟ صحيح، ايوه. بتقدر انك توصي على اكل، لانه يعني خصوصا هلا في عندنا يعني حظر بعد الساعه 7،
بعد الساعة 7 مساء إذا الواحد فيكم جاع مثلاً إجى على باله وجبة شاورما أو برجر إلى آخره، فبيقدر يوصي عن طريق هذا التطبيق على الطعام من مطعم معين، وبيودوا لك الأكل على باب بيتك، بتدفع ثمن الطعام وبتدفع ثمن التوصيل. فكمان هذا عبارة عن موقع بيقدم خدمة الإيكوميرس. الإيكوميرس مو شرط الدفع يكون بشكل إلكتروني، مو شرط، أنت قد توصي على البضاعة بشكل إلكتروني والبضاعة توصل لعندك بعد هيك تدفع ثمنها كاش. أوكي، طيب الآن ننتقل إلى مثال، إلى النوع الثاني. النوع الثاني هو الإي بزنس. الإي بزنس هي الأعمال الإلكترونية، إنه تصير الأعمال بشكل إلكتروني. In addition to the buying and selling of goods and service، إضافة إلى عمليات البيع والشراء للبضاعة والخدمات بشكل إلكتروني، فالإي في الإي بزنس بشمل الإي كوميرس. الإي بزنس بشمل الإي كوميرس وبشمل أشياء تانية. E business also refer to service to servicing the customers, collaborating with business partners and performing electronic transaction within an organization. E business الآن بشمل عمليات بيع وشراء البضاعة زي ما حكينا بشكل إلكتروني، كمان بشمل عملية ال customer service لما يصير عندك خدمة الزبائن بشكل إلكتروني، servicing the customers. كمان بشمل عملية الكوربوريشن مع البزنس بارتنر، لما الشركة تتعاون مع البزنس بارتنر، تتعاون مع السبلايرز على إنتاج بضاعة معينة، كمان هم بتواصلوا بين بعض وبنقلوا المعلومات بين بعض بشكل إلكتروني، فهذا كمان يعتبر مثال على الإي بزنس. أو لما تسوي أنت أي يعني ترانزاكشن داخل الشركة بشكل إلكتروني، أي عملية أنت تسويها بداخل الشركة بشكل إلكتروني، هذا كمان يعتبر مثال على الإي بزنس. يعني مثال على ذلك، الآن بالجامعة عندنا قبل ما تصير موضوع الكورونا، يعني موضوع الكورونا والقصص هاي، كنا أنا لما أكون بمكتبي بقدم طلب مثلاً دهن المكتب، مثلاً مكتبي بالجامعة أنا بدي أدهنه، فأنا بقدم طلب إلكتروني عبر موقع الجامعة، بفوت على موقع الجامعة في إلي يوزر بدخل عليه، بعد هيك بقدم طلبات إلكترونية، مثلاً بدي أدهن مكتبي، أو بدي يجولي شباب ينطفولي شباك المكتب، أو مثلاً بدي أقدم لوازم، ناقصتي مثلاً قطع للكمبيوتر، بقدم هذا الطلب بشكل إلكتروني، وهذا الطلب بيروح على الكلية، على العميد، مساعد العميد، نائم العميد، بيعطي رأيه، غالباً يعني بوافق، بعد هيك بتم إرسال الطلب بشكل إلكتروني، كلها بشكل إلكتروني، بتم إرسال الطلب للجهة المختصة، مثلاً قدم طلب أنا دهن المكتب، بروح لعند العمادة يوافقوا لي عليه، بعد هيك بروح على قسم الخدمات بيعالجوه، طبعاً كله بشكل إلكتروني، بعد فترة بيحكوا معي تليفون بيحكوا لي نحن جايين لعند مكتبك بدنا نعمل دهن لإله، إمتى أنت موجود؟ فلاحظوا معي أنه أنا قدمت الطلب إلكترونياً وتم معالجته من قبل الكلية ومن قبل القسم المختص بشكل إلكتروني. فهذا مثال على إي بزنس، هذا مثال على إي بزنس، أنه العمليات داخل مؤسسة داخل الجامعة صارت عمليات إلكترونية، صارت عمليات إلكترونية. الآن قبل ما يصير طلبات إلكترونية، لما كان الدكتور المدرس بده يقدم طلب معين، مثلاً بده طلب صيانة، بده طلب دهن المكتب، كان يقدم طلب ورقي، والطلب الورقي ينتقل من قسم لقسم، من مكان لمكان، وكان يأخذ وقت، وأحياناً الموظف يمسك الطلب بزته بهالدرج وبيروح، بروح شهر واثنين. فالآن لما صارت طلبات إلكترونية، صارت متم متابعتها بشكل أحسن، موثقة، ما في حدا بيقدر يحكي إنه الطلب ضاع أو الطلب مش واصلني، لا، كله موثق وكله موجود على السيستم، ولو موظف أنكر إنه طلب إنه وصل له، نقدر نتبع الطلبات ونتبع العمليات ونعرف إنه الطلب إمتى وصل له وهل التقصير منه ولا من شخص آخر. فبالتالي هذا مثال على الإي بزنس، إنه بنحول العمليات داخل المؤسسة إلى عمليات إلكترونية، سواء كانت معالجة الترانزاكشن أو حتى خدمة العملاء، أو حتى خدمة العملاء لما يصير الطلبات خدمة العملاء ومعالجتها بشكل إلكتروني. هذا مثال على الإي بزنس. طبعاً هلأ الآن عم يصير تحول في العالم للإي بزنس، إنه أعمال أي مؤسسة تصير كلها أعمال إلكترونية، لأنه أعمال إلكترونية نحن الآن هنا بنخفض من لود الورق، والورق بتعرفه بعد فترة بتم إتلافه، بتلف أو بيخرب،
بينما لو صارت العمليات كلها إلكترونية ومحفوظة على هارد ديسك، على أكثر من هارد ديسك، في أكثر من باك أب كوبي، غالباً تبقى محفوظة لفترة طويلة جداً وموثقة. فهذا الإشي عم يصير الآن بدائرة الأراضي، بالبلدية، بدائرة الأحوال المدنية، عم يحاولوا كثير من الطلبات عم تصير طلبات إلكترونية، عم تصير طلبات إلكترونية وعم بيستغنوا عن أي طلبات ورقية. وطبعاً زي ما حكينا الإي بزنس بشمل الإي كوميرس، يعني لو أنا بدي أبيع أو أشتري بضاعة بشكل إلكتروني هذا يعتبر إي كوميرس، يعتبر إي بزنس. شركة أمازون لما تبيع البضاعة بشكل إلكتروني هذا يعتبر إي كوميرس وفي نفس الوقت يعتبر إي بزنس. لكن أنا مثلاً كموظف بالجامعة لما أقدم طلب إلكتروني هذا يعتبر إي بزنس ولا يعتبر إي كوميرس، لا يعتبر إي كوميرس. فكل إي كوميرس يعتبر إي بزنس وليس كل إي كومي إي بزنس يعتبر إي كوميرس. أوكي طيب شباب، حد عنده أي سؤال هنا؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب ماشي الحال. أوكي. لأن why are information system important to you؟ ليش أنظمة المعلومات مهمة لإلك؟ مهمة لإلك كفرد. Information system and information technology are integral to your lives. بتكمل حياتك. بتكمل حياتك. وموجودة في جميع أو أغلب أجزاء حياتك. عشان هيك الـ information system والـ IT مهمة جدا. أنت الآن تتعامل مع التليفون بسموه الذكي. تتعامل مع التطبيقات اللي فيه. فإلك access على الـ IT. أنت الآن كطالب الجامعة بتسجل محاضراتك بشكل إلكتروني. يعني بتعمل تسجيل، يعني بدك تاخذ محاضرات على الفصل الصيفي، بدك تنزل مواد على الفصل الصيفي، انت بتسجلها بشكل الكتروني، بتنزل محاضراتك بشكل الكتروني. انت الان بتتابع محاضراتك الان نتيجه لاجواء الكورونا بشكل الكتروني. لا بده يكون عندك كمبيوتر، لا بده يكون عندك تليفون، لا بده يكون عندك انترنت، فانت بدك تستخدم الاي تي. طالب المدرسه الان صار بحاجه لاي تي بشكل كبير، بده يتابع حصصه، بده يعمل سبمشن لوظيفه او لاسايمنت، بده يتواصل مع اخوه اللي بامريكا او مع اخوه اللي بفرنسا، فبحاجه لكمبيوتر، بحاجه لانترنت، بحاجه لبرامج زي الواتساب، لبرنامج زي الفيسبوك، زي مثلا الفايبر، زي الايمو، زي الديو الى اخره. فالان صار غالبيتنا بتعامل مع الانفورميشن سيستم، مع الاي تي، لانها بتكمل حياتك وبتعمل امبروفمنت لحياتك. بدك تروح تدفع فاتوره كهرباء، بدي تتعامل مع الاي تي. بدي تدفع فواتير بشكل الكتروني، بدك تتعامل عن طريق الاي تي. لما صار عندنا حظر الكورونا لفتره كثير طويله، صارت عمليات الدفع اغلبيتها عمليات الكترونيه، فاللي عنده القدره على هذا الشيء صار يدفع كل فواتيره بكل سهوله. اللي ما عنده قدره ومعرفه على هذا الشيء تغلب، تأنه انفتحت بعض الاشياء وصار يقدر يروح يدفع فاتوره الكهرباء والمي الى اخره. فالاي تي والاي اس عم تكمل حياتنا وموجوده في جميع اجزاء حياتنا، واعتمادنا عليها كل ماله عم بيزيد، كل ماله عم بيزيد. عشان هيك هي important to you، هي مهمه لإلك. information system offer career opportunity. كمان الان انظمه المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بتوفر فرص عمل. ليش الآن كثير من الطلاب عم بدرسوا آي تي؟ لأنه بتوقعوا بعد ما يتخرج إنه يلاقي شغل، إن شاء الله إنه بيلاقي، إذا كان طبعاً على درجة من الكفاءة والعالي من الكفاءة ومؤهل لذلك. فالآن في عندنا طلب هائل على وظائف الآي تي كبروغرامر، مبرمجين، ناس يصمموا مثلاً الأبليكيشن، لأنه غالبية الناس الآن عندهم تليفونات، فصار الواحد بيستخدم الاب اكثر ما بيستخدم الكمبيوتر، لانه الكمبيوتر بدك تفتحه بده يكون معك، سواء كمبيوتر يعني كديسكتوب او كلابتوب، بينما التليفون موجود معك وين ما رحت، وين ما اجيت معك التليفون، وفي انترنت، فبالتالي صار تعاملك مع التطبيقات تعامل سريع وتعامل سهل. فعشان هيك الان كثير من الشركات بعد فتره راح يصير لها تطبيقات، لأن الناس إقبالهم على تطبيقات وتواصلهم عبر التطبيقات كتير سهل، فرح يكون في عنا طلب على مبرمجين ببرمجوا بالأندرويد، ببرمجوا بلغات برمجة أخرى متعلقة بالأب. في عنا الآن طلب على السيكوريتي، لما نحكي الآن على شبكات الجيل الخامس واللي رح تنتشر ورح تجي عاجلاً ولا آجلاً، رح تنتشر ورح تجي لإلنا إن شاء الله تعالى.
فهي الشبكات فيها سرعة عالية جدا بنقل البيانات، بتربط الأجهزة مع بعض البعض، فبحاجة للسيكوريتي عالي، وإلا راح تصير عندنا كوارث، وإلا راح تصير عندنا مشاكل كثيرة جدا. فالسيكوريتي الآن عم يصير عليه إقبال هائل جدا نتيجة لاستخدام الآي تي في مناحي الحياة، نتيجة للطلب عليها من قبل الشركات، البنوك، شركات القطاع العام، شركات القطاع الخاص، الحفاظ على البرايفسي، على الخصوصية للناس. فهذا الإشي كله بتطلب لناس مختصين بالأمن. ففي فرص كثيرة عمل للآي تي وللإنفورميشن سيستم، عشان هيك هي مهمة إلنا أو مهمة إلك أنت كطالب آي تي. Information systems are used by all functional area in an organization such as marketing, HR, finance and accounting library إلى آخره. الانفورميشن سيستمز عم يتم استخدامها من قبل أجزاء كبيرة من الشركات، أغلب أجزاء الشركات عم بيستخدموا الانفورميشن سيستم. مو بس الناس مختصين بالآي تي عم بيحتاجوا تكون عندهم معرفة بالآي تي، حتى اللي بدرس ماركتينج أو بدرس بالأتش آر أو الفاينانس أو الأكاونتينج، اللي بدرس محاسبة أو مالية أو أتش آر يعني مصادر الموارد البشرية، حتى اللي ما بدرس آي تي وبدرس تخصصات تانية عم تكون عنده حاجة إنه يتعلم أساسيات في الآي تي، لأنه اللي بيشتغل بالمحاسبة أو المالية ما رح يمسك ورقة وقلم ويعمل لي حسابات الشركة، لا، بده يتعامل مع تطبيقات، بده يتعامل مع برامج. عشان هيك الآن في أقسام زي المحاسبة أو أقسام زي المالية عم يعطوا مساقات للطلاب، مساقات استخدم تطبيقات في المحاسبة وتطبيقات أبليكيشن في المالية، لأنه الطالب بتعلم أساسيات المحاسبة والمالية، وبعد هيك بيعلموه على تطبيقات، على أبليكيشنز، على information system بالفاينانس بالأكاونتينج، بحيث بعد ما يتخرج يقدر يشتغل فيهم. لأنه الآن أي واحد بيشتغل بالشركة بأي functional area بالشركة رح يحتاج تكون عنده معرفة أساسية بالآي تي، رح يكون بحاجة يكون عنده معرفة أساسية بالآي تي، لأنه الآي تي دخل جميع مناحي الشركات أو جميع أقسام الشركات، سواء كان قسم الفاينانس ولا قسم الأكاونتينج أو قسم الماركتينج، أغلبهم عم يستخدموا الانفورميشن سيستم. يعني مثلاً اللي بيشتغلوا في الماركتينج بالتسويق عم ياخذوا مساقات كثيرة كيف يعمل تسويق لبضاعته أو تصميم لإلها عن طريق البرامج. في عنا برامج كمبيوتر كثير الآن بتساعده على أنه يعمل ماركتينج، أنه يعمل لوجو، أنه يعمل أشكال معينة تسوق فيها البضاعة. فحتى الآن كليات ثانية غير كلية الآي تي عم يعطوا مساقات متعددة بالآي تي. يعني أنا بعرف مثلا قسم الإحصاء من زمان، قسم الإحصاء في عندهم مختبرات بدرسوا فيها عمليات الإحصائية عبر تطبيقات زي SPSS وتطبيقات ثانية. ليش؟ لأنه حتى اللي بدرس إحصاء وبعد فترة بيشتغل في شركة أو مؤسسة راح يستخدم application وinformation system عشان يحلل البيانات والمعلومات. فإذا كان هذا الشخص ما عنده هاي المعرفة بالآي تي ما راح يشتغل أو راح يلاقي وظيفة بسرعة ببطء عفوا. فهذا هو موضوع used by all functional area، إنه بحاجة أي شخص تكون عنده معرفة ولو أساسية بالآي تي، يعني معلومات أساسية بالآي تي. دكتور يعطيك العافية. عفاك الله، تفضل. الدكتور وصل، تسمح لي أطلع من المحاضرة غادر؟ ليش يا ليث؟ عندك والله غرفة. عندي مشوار بصراحة. والله ماشي الحال يا ليث، اطلع ما في إشكالية. الله يسلمك. الله يسلمك دكتور، يسلم يسلم. يسلمك يا هلا ليث. طيب الآن شباب، اللي أمامنا الآن لاحظوا معي عبارة عن IT jobs، هي عبارة عن وظائف بالآي تي، مجموعة وظائف بالآي تي. رح أقرأهم الآن قراءة يعني لجزء منهم: ويب ديزاينر، ويب ماستر، إديتينج أو كمبيوتر، سيكوريتي مانجر، داتابيز أدمينستريتر، نتورك مانجر، إميرجينج تكنولوجيز مانجر، سيستمز بروغرامر، بزنس أناليست، سيستمز أناليست، بروغرامينج مانجر إلى آخره. لاحظوا معي هاي كلها عبارة عن وظائف بالآي تي. فالآي تي فيها وظائف كثيرة حسب التخصص وحسب الأشياء اللي أنت بتتقنها، ممكن إنك تشتغل بوظيفة من أحد هدول الوظائف. طبعاً بداية الطالب لما بتخرج راح يشتغل بالوظائف اللي من أسفل، وبعد ما يصير موظف بشركة وإله خبرة معينة راح ينتقل لوظائف أعلى
لأن الوظائف اللي فوق هي بتكون لشخص عنده خبرة عالية بالآي تي وبالبزنس. ففي عندنا الآن وظائف كثيرة للناس اللي كواليفايد، للناس المؤهلين. مش طالب آي تي درس بالجامعة وتخرج معدله 60.5 وما بيعرف يكتب لي كود سي أو كود بايثون، لا، أنا بحكي عن ناس تخرج من الجامعة تقديره منيح، علاماته جيدة، بيعرف يكتب كود. يعني أنا بدرس مساقات أحيانا السنة الثالثة ورابعة، يعني بحكيها وأنا حزين صراحة إنه في طلاب بيوصل سنة ثالثة ورابعة ما بيعرف يكتب كود، ما بيعرف يكتب برنامج ولو برنامج بسيط. ما عم بحكي عن برنامج معقد، لا، بحكي عن برنامج بسيط. فطالب آي تي ما بيعرف يكتب برنامج، هي مشكلة، هي مشكلة. أنت ليش داخل التخصص؟ أكيد الواحد لما بيدخل تخصص يمكن ما يكون عنده معرفة كبيرة فيه، أوكي، بس إذا هو أخذ مساق البايثون أو السي بلس بلس رسب فيه أول مرة وثاني مرة نجح فيه بصعوبة وجاب 50 وما بيعرف يكتب كود، طب أنت الآن شو متوقع من حالك بعد ما تتخرج؟ فأنا بنصحكم الآن يا يعني يا شباب، وبنصح أي طالب سنة أولى، إذا أخذت أول لغة برمجة إليك زي لغة البايثون، الآن كلكم تأخذوا بايثون أكيد، السي بلس بلس صارت الآن قديمة، لما تأخذ أول لغة برمجة إليك اتعب عليها مظبوط، اتعب عليها مظبوط. يعني إذا الدكتور عطاك وظيفة حلها، وإذا دكتورك ما عطاك وظيفة أنت اطلب منه خليه يعطيك وظائف، اقرأ كتب، تفرج على فيديوهات على اليوتيوب. البرمجة قد ما بتحل مسائل، قد ما تكتب كود أنت راح يزداد فهمك للغة وراح تصير أقوى فيها. فأنت قد ما بتتعب لحالك راح تلاقي نتيجة، وراح تلاقي المساقات اللي بعد هيك زي الأوبجكت أورينتد، زي الدات ستراكشر، مساقات أخرى معتمدة على لغة البرمجة، معتمدة على البايثون. فنصيحة لكم الآن يا شباب، اللي أخذوا البايثون هلأ ادرسها مظبوط، افهمها مظبوط، لأنه حقيقة أول لغة برمجة إذا فهمتها هذا رح يسهل عليك أشياء كثيرة، وإذا ما فهمتها أنا بحكي لك إياها رح تتغلب، رح تتغلب مظبوط. فهي نصيحة مني لكم الآن شباب. بالنسبة لهذا يعني السلايد مش مطلوب منكم، مش مطلوب منكم لأنه في تفاصيل كثيرة إذا بدي أشرحها رح أقعد محاضرة كاملة، فهذا السلايد مش مطلوب منكم، لكن يعني مهم إنك تعرف بعض الوظائف الأساسية، زي مثلاً البروغرامر، المبرمج، زي مثلاً الداتابيز أدمينستريتر اللي هو مسؤول قواعد البيانات، زي الويب ديزاينر اللي هو مصمم مواقع الويب، زي السيستم أناليست هو محلل الأنظمة، هذا بيعمل تحليل أنظمة شركة عشان يطورها أو عشان يحدثها. وفي عندنا طبعا وظائف ثانيه، وزي ما حكيت هذا السلايد مش داخل، لكن مهم تعرف بعض المسميات. طيب شباب، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ الآن شباب رح نأخذ بعض المس information about information system career opportunity. في عندنا معلومات خاطئة عن وظائف الآي تي. عندنا هنا مجموعة مايث، المايث اللي هي زي الخرافة، يعني إشي خطأ. أول مايث عندنا اللي هي there are no computing job، إنه ما في عندنا وظائف بالcomputing، وهذا الإشي خطأ. في عندنا وظائف كثيرة بالcomputing، وظائف كثيرة بالآي تي، وعم يصير عليها طلب هائل جدا. يعني الدول الغربية رح يحتاجوا عدد هائل من البروغرامر، من الناس المبرمجين، عشان يبرمجوا الأنظمة عندهم، يبرمجوا الآب، يبرمجوا الأبليكيشن اللي عندهم. فيعني زي أمريكا وألمانيا ودول ثانية بحاجة لمبرمجين، وهم أظن بيقبلوا مهاجرين كثير، ناس يهاجروا عندهم أو يشتغلوا عندهم كبروغرامر. طبعا هم اكيد بدهم مبرمجين كواليفايد، يعني مؤهلين، يعني ناس قويين بالبرمجه. فاول مايث هي خطا. ثاني مايث there will be no IT job when I graduate. البعض بتوقع انه ما راح يلاقي وظيفه بعد ما يتخرج، يعني بعض طلاب الاي تي بتوقع انه بعد ما يتخرج ما راح يلاقي وظيفه، وهي المايث خطأ. إذا كان هذا الطالب كواليفايد، إذا كان هذا الطالب ممتاز،
يعني أنا بعرف الآن طلاب تخرجوا من الكلية السنة الماضية الفصل الماضي واشتغلوا فوراً. طبعاً هذول الطلاب كانوا بالبروغرامينج ممتازين، يعني كانوا طلاب جيدين بالبرمجة ممتازين، وأنا درست بعضهم وعلى تواصل مع بعضهم، وبعرف طلاب تخرجوا من الكلية من سنوات ولا زال قاعد لأنه يمكن كان يأخذ مساقات كثيرة وينجح فيها خمسينات ومعدله واطي وسطرين كود ما كان يعرف يكتب، ما بيعرف يكتب سطرين كود، فبالتالي هذا الطالب يعني غالبا ما راح يشتغل. عشان هيك الآن الطالب اللي مؤهل والقوي بعد ما يتخرج إن شاء الله تعالى راح يلاقي شغل أو راح يلاقي توظيف في مؤسسة في شركة، أو ممكن هو يفتح الشركة اللي خاصة فيه. يعني أنا بعرف طالب درسته سابقا كان طالب يعني مستوى الأكاديمي وسط لكنه بالمستوى العملي ممتاز، كان بجزء العملي ممتاز ما شاء الله. الطالب بعد ما تخرج فتح شركة والآن بيشتغل بشركة ووظف عنده ناس، ومرة إجى لعنا على الجامعة وعمل سيمينار، عمل برزنتيشن عن شركته وعن الشغل اللي هو بيقوم فيه. فاللي بتعب على حاله وعنده رؤية للمستقبل مثل ما بيحكوا، يعني عنده نظر بعيد وقوي، إن شاء الله تعالى رح يلاقي شغل أو هو رح يعمل الشغل الخاص فيه. لأن الماي 3 all IT related jobs are moving offshore. All IT related jobs are moving offshore. هذا الإشي بذكرنا بالأوفشور. الأوفشور يا ترى مرقت علينا قبل هيك؟ الأوفشور مرقت علينا قبل هيك ولا لا؟ مرقت علينا ولا لا يا شباب يا صبايا؟ دكتور هي كأنه اجت بالعمليات النقل البيانات الخارجية. أها. يعني المعاملات من الشركات. نقل المعاملات إلى الخارج. يعني نفس المعنى هذا. أها هاي عمران بلش يلمح الموضوع. أها يعني أخذتوها أنتوا العاد صح عمران؟ برقت عليكم هاي. بتذكرها تذكير يعني ما أخذها بس يعني يا دوب متذكر بالضبط. يا دوب لما دكتور لما حكينا عن الجلوباليزيشن. جلوباليزيشن أها تمام جلوباليزيشن تمام، فكان عندنا فاكتورز أوف يعني جلوباليزيشن تمام. مزبوط الأوفشور والإنشور. أها أحسنت إذن هذا الإشي أخذناه يا شباب أو أخذتوه بالمحاضرة اللي أنا سجلتها ووضعتها على الإي ليرنينج، ما بعرف هل حضرتوها ولا لا، واضح ان البعض حاضرها والبعض لا. فالأوفشور اللي هي انه الشركه تنقل بعض من اعمالها الى الخارج، انه الشركه تنقل بعض من اعمالها الى الخارج، زي شركات مثلا امريكيه تنقل بعض اعمالها بعض مصانعها الى الصين الى الهند الى بنغلاديش الى اخره. فهذا هو الأوفشور. الان المايث او الخرافه هي بتحكي انه all IT related jobs are moving offshore، انه كل وظائف الاي تي راح تصير اوفشور، وهذا الاشي خطا. ممكن هلا بعض وظائف الاي تي تنتقل تصير اوفشور اوكي، لكن راح يبقى في حاجه لوظائف اي تي داخل نفس البلد. يعني الان امريكا بحاجه لناس مختصين بالاي تي بعدد كبير، ونفس الاشي اي بلدان تانية. حتى نحن هنا في بلدنا نحن بحاجه لناس مختصين بالاي تي، لكن ناس زي ما حكينا ناس كواليفايد. لموضوع الاوفشور هنا إنه في بعض الشركات بتنقل جزء من أعمالها لبرا، يعني مثلاً في عندنا الآن بلدان رائدة في السوفتوير، رائدة بالبرمجيات، زي مثلاً الهند وإيرلندا. الهند ويعني إيرلندا هي دول رائدة بالسوفتوير، في كثير شركات غربية عم بيوظفوا عندهم أو بطلبوا من مبرمجين إيرلنديين أو هنود عايشين بإيرلندا أو بالهند إنه يبرمجوا ويعملوا بعض التاسك لإلهم. فبالفعل بعض وظائف الاي تي عم تصير اوفشور، لكن مش كلهم. فهي المايث او هي الخرافه خطا. اخر وحده اللي هي المايث 4 اي تي سالاريز ار لوور ديو تو تشيب اوفرسيز لابور، انه رواتب الاي تي قليله، وهذا الاشي خطا. رواتب الاي تي مش قليله، لا بالعكس، الناس المختصين بالاي تي رواتبهم عاليه جدا. يعني في امريكا من اعلى الرواتب اللي هم الاطباء والمحامين وجماعه الاي تي، هدول اعلى ثلاث
ثلاث فئات بالمجتمع بيأخذوا دخل وبيحصلوا على رواتب: الأطباء والمحامين وجماعة الاي تي. جماعة الاي تي بأمريكا بيحصلوا رواتب عالية ورواتب فلكية. ولو كمان شفنا الناس مختصين الاي تي عندنا هون بالبلد كمان بعضهم بيحصل رواتب عالية 1000 و2000 و3000 و4000 و5000 دينار. طبعا هذول الناس بيكون عندهم خبرة كبيرة جدا في مجالات بالاي تي. فالاي تي سالري مش قليلة، لا بالعكس، اي تي سالري مش قليلة، هي جيدة وعالية، لكن لحكرر للناس اللي هم كواليفايد، للشخص المؤهل لذلك. اي عمران، عمران تفضل. انا بدي اعلق على شغله الرواتب. هسه الشغله ما بتعتمد مثلا على الوظيفه، بتعتمد على الخبره اللي انت بالوظيفه بيها. خبرتك بالمره برمجه عاليه فاكيد الراتب بيكون معي صح. يعني على كي معتمد اكيد على الخبره ومعتمد على الكفاءه للشخص. كل ما كان عنده خبره عاليه، كل ما كان عنده كفاءه عاليه، راح يحصل على رواتب كبيره. يعني بدي أضرب مثال على طالب أنا بعرفه، يعني طالب أنا درسته بهالزمانات وتخرج من الجامعة بكالوريوس، اشتغل بشركة، حكى لي أنا كنت أشتغل بالشركة كان يحصل راتب، يعني الله يبارك له، كان يحصل راتب 1000 دينار، كان يحصل راتب 1000 دينار. لكن هو حكى لي كان الشغل متعب، يعني كان يداوم من 8 للـ8، ومرات مديره يطلبه بالليل 10 بالليل و12 بالليل إلى آخره، طبعا قبل يعني كورونا. فكان عليه ضغط كبير جدا، وكان يشتغل بالآي تي وكان يحصل راتب عالي، لكن في تعب، يعني هو كان يتعب تعب كبير. فهذا مثال على شخص طالب تخرج وعمره صغير يعني وما عنده خبرة كبيرة، لكنه كفؤ، لكنه نشيط ممتاز، حصل على راتب ممتاز، حصل على راتب عالي. ومقابل ذلك في أمثلة كثيرة أنا بعرفهم، طلاب عندي أنا، طلابي قاعدين ما بيشتغلوش، والبعض عم بيشتغل بأي وظيفة لو ما إلها علاقة بالآي تي لأنه ما بده يقعد. يعني هذا الشيء قد يكون جيد، لكن أنت كطالب آي تي إذا تخرجت من الجامعة ومش فاهم تخصصك، يعني حقيقة مشكلة. طيب، فهذا هي النقطة اللي هي الآي تي سالاريز آر لوور، هي المايث خطأ. أوكي، الآن آخر موضوع عندنا اللي هي why are information system important to organization and society. ليش أنظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات مهمة للorganization، للsociety، للمجتمع. IT will reduce the number of middle manager. IT الآن بتقلل من عدد middle manager. IT will make manager more productive and increase the number of employees who can report to a single managers. This will reduce the number of middle managers. الآن وجود الانفورميشن سيستم قللت من عدد الميدل مانجر، لأنه الميدل مانجر هو وظيفته أنه يصدر التقارير ويعمل تحليل لإلها. فالآن لما يصير عندنا انفورميشن سيستم راح يصير الميدل مانجر مور بروداكتيف، راح يصير عنده كفاءة أعلى وإنتاجيته أعلى. فهذا الإشي أدى أنه الشركة بطلت بحاجة لعدد كبير من المانجر. طبعا هو بالنسبة للموظفين، بالنسبة للمانجر نفسه قد يكون هذا الإشي سلبي، لأنه الشركة إذا كان فيها 4-5 من المانجر ممكن المدير الشركة يعني يطرد نصهم بيخلي عنده 2. فالناس اللي انطرد أو اللي تم فصله من شغله يعني هذا ضرر، يعني صار بالنسبة له إشي سلبي. لكن بالنسبة للشركة هذا الإشي إيجابي، لأنه الشركة هي عادة بتحاول تقلل من عدد الامبلويز اللي عندها ويكون أدائهم نفس أداء الموظفين اللي كانوا قبل. يعني الشركة في عندها 50 موظف، هي بتحكي أنا لو خليت الموظفين عندي 20 بنفس أداء وكفاءة 50، هذا الإشي بالنسبة للشركة بيكون أنسب، لأنه وفروا على حالهم رواتب وأشياء ثانية. فبالتالي الآن استخدام الـ Information System قلل من عدد الـ Middle Manager. أوكي. IT will change the manager job. الـ IT الآن رح يغير من وظيفة المانجر. كيف؟ One of the manager's most important task is making decision. من أهم وظائف المانجر اللي هو اتخاذ القرارات، هاي من أهم وظائف المدير. المدير أصلاً وظيفته إدارية، فهو بيتخذ قرارات، وقراراته طبعاً مهمة جداً للشركة، سواء كان مدير في أعلى مستوى إداري أو بالمستوى الإداري المتوسط أو في أدنى مستوى إداري. فمن أهم أعمال المدراء اللي هي make decision، اتخاذ القرارات. They can gather information for decision making much more quickly by using search engines and internet. الآن المدراء باستخدام الـ IT، باستخدام الـ Information System، بيقدر يجمع معلومات وبيانات بسرعة عالية جداً وبكفاءة.
لانه بيستخدم اي تي، بيستخدم انفورميشن سيستم، ممكن يستخدم الانترنت، ممكن يعملوا سيستم يحلل بيانات المؤسسة وبعد هيك يودي تقرير ملخص لمدير الشركة. فهذا الاشي عم يساعد المدراء على انهم يجمعوا البيانات بسرعة، وهذا الاشي عم يساعد المدراء على انه يتخذ القرار بسرعة. هاي النقطة اللي بعديها اللي هي they produce the time necessary to complete any step in the decision making much more quickly. بما أنه الآن المدير عم يستخدم information system, information technology عشان يجمع البيانات، عشان يحلل البيانات، عشان يتخذ القرار، فهذا الإشي أدى إلى سرعة اتخاذه للقرارات. صار المدير بدل ما يتخذ قرار يقعد عليه 3-4 أيام، الآن مع وجود الـ IS والـ IT ممكن خلال نص يوم أو يوم يقدر يتخذ القرار بكفاءة عالية جداً، لأنه عنده أنظمة إلكترونية، عنده أنظمة بتحلل المعلومات وتحلل البيانات في المؤسسة. فهذا الإشي بيعطيه summarize data، بيعطيه بيانات ملخصة، وهو بناء عليها بيقدر إنه يتخذ القرار بسرعة. فبالتالي صار decision making much more يعني quickly، صار عملية اتخاذ القرار أسرع بالنسبة للمدير. فهذا الإشي عم يوفر من وقت المدراء، عم يوفر من وقت وقت المدير. أوكي. Many managers have reported that IT has finally given them time to get out of the office and into the field. لأن بعض المدراء نتيجة لاستخدام الـ IS والـ IT ونتيجة لتحليل البيانات بسرعة وجمع البيانات بسرعة ونتيجة لسرعته باتخاذ القرارات، صار يقدر يلاقي وقت إنه يترك مكتبه وينزل يشوف الموظفين على أرض الواقع، يشوف الكاستمرز على أرض الواقع، يغادر مكتبه إذا هو مدير عام لمؤسسة، يغادر مكتبه يروح يشوف الموظفين العاديين شو بيساووا، يشوف المراجعين أو يشوف الكاستمرز شو آرائكم، شو عندكم ملاحظات. فهو الآن لما ينزل على الفيلد، ينزل على أرض العمل، هذا الإشي بيعطي انطباع إيجابي من قبل الموظفين. يعني تخيل الآن أنت لما يكون عندك موظف بشركة، مدير العمل كل فترة ينزل يزورك بمكتبك، يسمع كلامك، لو يشوفك لمدة دقيقة أو دقيقتين، هذا الإشي بيعطيك انطباع إيجابي، بيعطيك حافز على أنك شغلك يصير أحسن، على أن مدير العام للشركة بيهتم فيك. زي الآن مثلاً بالجامعة عندنا أحياناً كرئيس الجامعة بترك مكتبه وبنزل يزور الكليات، بروح بزور كلية الآي تي، بزور أقسام كلية الآي تي، بروح بزور قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، كلية الطب. فهذا الإشي الآن بسر الطلاب، بسر الدكاترة، وبحسسنا أنه بالفعل رئيس الجامعة بيهتم فينا، بيهتم بطلباتنا، بيهتم بآرائنا. أوكي. They can spend more time in planning activity. لأن كمان هذا الإشي أدى أنه المدير العام أو المدراء عم يصير عندهم وقت عشان يعملوا planning. وكمان عملية البلانينج التخطيط هي العملية جدا مهمة، لأن المدير أصلا وظيفته بلانينج وميك ديسيجن، وظيفته يخطط للمؤسسة أو يخطط للقسم اللي هو فيه ويتخذ القرارات. فبالتالي بما أنه المدير صار عنده وقت أكثر، فصار بقدر أنه يعني ينفق وقت أكثر على البلانينج، وهذا الإشي طبعا جدا مهم حتى بالنسبة لنا نحن كأفراد. بيحكوا لك أنت الآن مطلوب قبل ما تبلش يومك تخطط هذا اليوم شو بدك تعمل فيه، تحط مجموعة أوبجكتيف، مجموعة أهداف، شو بدك اليوم تعمل. ما تخلي يومك زي البارحة وزي قبل مبارح وزي قبل مبارح، وتخلي الحياة عم تمشي وعم يصير روتين وانت ما عندك أي إنجاز. لا، الأصل فينا، كل واحد فينا نحن الأصل إنه يكون عنده بلان، يكون عنده خطة، يومه يحطد أهداف معينة إنه يسويها، وكل يوم يشوف آخر النهار هل حقق أهدافه ولا لا. هذا الإشي الآن بيساعدك على أنك تطور من نفسك، وعلى أنك تحس أنك بالفعل عم تتقدم وعم تمشي لقدام، مش أنت الآن قاعد محلك زي ما كنت قبل شهر أو اثنين أو ثلاثة، الآن أنت قاعد محلك لا. ونفس الموضوع الآن طبعا بمستوى آخر لما نحكي نحن عن الـ planning activity للمانجر. أوكي. They can complete task more effectively and efficiently. كمان هذا الإشي بيخلي المدراء إنهم يقوموا بأعمالهم بكفاءة وبشكل بكفاءة عالية جدا. طيب شباب، حدا عنده أي سؤال هنا؟ حدا عنده أي سؤال؟
طيب تمام. الآن آخر موضوع أوكي هو تكمل لإله اللي هي why IS important to organization and society. IT impacts employees at work such as minimizing job stress and increase productivity. كمان الآن الـ IT بتساعد على تقليل الستريس الضغوطات. لأن في شركات بيخلوا الموظفين اللي عندهم بعد 4-5 ساعات عمل إنه الموظف يفتح الكمبيوتر ويشتغل على اليوتيوب مثلاً يحضر له شغلة هيك يعني كوميدية أو إنه يلعب بلاي ستيشن 4 أو 5 عشان يتسلى ويغير جو. بعض الشركات تعمل جيم داخل مبنى الشركة بحيث الموظف بعد ساعات عمل معينة 4-5 ساعات عمل بيقدر ينزل على الجيم بيقدر يتابع له مباراة قصيرة جداً مثلاً يفتح له قناة معينة إنه يلعب جيمز. هذا الإشي بيساعد على تقليل الستريس تقليل الضغط نتيجة نتيجة للعمل. كمان الآن الـ IT بيعمل إنكريز للبرودكتيفيتي للإنتاجية. إنتاجية الموظف لما بيستخدم الـ IT راح تكون أعلى من إنتاجية الموظف اللي ما بيستخدم الـ IT. مثال على ذلك الآن لما نحكي عن الشركات اللي بتصنعوا السيارات، الآن غالبية الشركات اللي بصنعوا السيارات بيستخدموا روبوت، بيستخدموا إنسان آلي، بسموه إنسان آلي، بحيث عملية التصنيع والتجميع السيارة أغلب مراحلها في روبوت بيقوم بهذا الشيء. بتلاقي مصنع ضخم فيه 50 موظف بس، وهذول بيكونوا عبارة عن مهندسين بيراقبوا عملية الإنتاج، بيصلحوا أي روبوت تعطل، لكن بيقوم بعملية الإنتاج من هو الروبوت. فصار الآن أي إمبلويي بالشركة إنتاجيته عالية جداً لأنه الشركة بتستخدم IT وبيستخدموا روبوت، فبالتالي صار مستوى الإنتاجية لأي موظف صار مستوى عالي جداً نتيجة لاستخدام الـ IT. أوكي، IT provide opportunity for people with disability. كمان الـ IT الآن بتعطي صلاحيات وبتعطي فرص للناس اللي عنده حالات خاصة. في ناس بتكون عنده حالة خاصة زي مثلاً الناس اللي ما بتشوفش، في ناس بيكون عنده عمى الله يعافينا ما بيقدر يشوف. فالآن الـ IT عم يقدر إنه مثلاً يتواصل مع الكمبيوتر أو يتواصل مع التليفون ويعطيه أوامر صوتية. بيقدر إنه يشتغل الآن نتيجة لاستخدام الـ IT، نتيجة لاستخدام الـ IS. صار هذا الشخص اللي عنده مثلاً حالة خاصة وما بيقدر إنه يمشي، في ناس يعني عنده شلل بيكون ما بيقدر إنه يمشي، يعني إجرينه ما بتحركه نهائياً، فهذا ممكن إنه يروح لشغله هلأ وممكن إنه يشتغل بالبيت وهو قاعد البيت، مدير يطلب منه شغل معين فبالتالي يشتغل هذا الشغل ويبدي شغله عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الإنترنت. فالآيت الآن ساعدت الناس اللي عنده حالات خاصة اللي هي disability على إنه يشتغل أو على إنه يتفاعل مع المجتمع بشكل كبير. وآخر إشي IT provides quality of life improvement. الآيت بتحسن من حياتنا، الآيت بتحسن من حياتنا، وهذا الإشي كلنا بنلاحظه إنه الآيت كيف بتحسن من حياتنا إنها موجودة حوالينا، هالتليفون هالكمبيوتر هالإنترنت. يعني الـ يعني البعض فينا او البعض من الناس بيحكي لك انا اقطع عني المي والكهرباء بس ما تقطع عني الانترنت. الانترنت بالنسبه له صار شيء كثير مهم، تواصلك مع الناس، تواصلك مع العالم، مع العالم الخارجي. بدك تعمل اي عمليه انت الان غالبا رح تستخدم الاي تي. فالاي تي الان حسنت من حياتنا بشكل كبير جدا، واكيد لها سايد افكت، اكيد لها تاثير سلبي. إدماننا على الفيسبوك، إدمان على السوشيال ميديا بيأثر علينا من ناحية صحية، من ناحية الصحة النفسية تأثير سلبي، لكن أكيد الـ IT يعني هي إلها تأثير إيجابي علينا، هذا الإشي أكيد. أوكي، كان في طالب بده يشارك، كأنه حد عنده سؤال يا شباب أو حاب يشارك معنا؟ أوكي، تفضل يا آدم. يا دكتور أعطيك العافية. عافاك الله يا آدم. دكتور المحاضرة هاي محاضرة يوم الاثنين، مسجلات مزبوط؟ نعم نعم مسجلات. متى إن شاء الله ناوي تنزلهن؟